اللي ممكن نقولوا انه الوصول لهذا المستوى العالي واش درنا بها. راهو قعد تما طاب في كاس كان يهز يده مع هذا وبعد وكان يمد لافوا تاعو للمروك ويمد لافوا تاعو لمصر ويمد لافوا تاعو للجنوب افريقيا وبلا ما نزيدو نقولوا امور خلاف حتى اللي من قاعد يمد لافوا تاعو. اليوم يتكلم على عقوبة ترضية لكن أظن قانون تحسين حاصل لازمنا نقبلوا بالوضعية هذه نجيريوها وإن شاء الله في المستقبل ما تصارش. جميلة لبطولة شمال أفريقيا للاعبين المحليين. أنت لاحظت أنه الأجواء كانت مثالية وشفت لعبت نتائج في 2019 إذا صرفنا الفلوس اللي كاينة واش نخليو الجيل اللي يجي في 2020 و2023.